صلوا على رسول الله. يا رأى للماركات العالمية، الماركات العالمية بأسعار خيالية، وأيضا في خصومات عندنا 50%، وفي مجموع عندنا خصم 30% من اليوم لغاية يوم العيد. ملابس العيد تلقاها هني، برندات على كيف كيفك. ملابس العيد لغاية يوم العيد في يارا للماركات العالمية وماركات عالمية، بس الأسعار بلاش. تعال شوف شو عندي، بنص السعر بنص السعر بنص السعر، أو خذ قطعة والثاني مجانا، أو خذ قطعة والثاني مجانا. الهافات حق الأطفال على 3 دراهم الحين، التيشيرتات على كم قبل؟ على 10 أو 12 الحين بعد الخصم. عندك هذا مثلا ب 12 درهم جنز، عندك هني بنص السعر، هذا بنص السعر، هذا بنص السعر 50%، أو خذ قطعة والثاني مجانا. البناطلين الأولاد وايد يصرفون بناطلين، تعال خذ لك بناطلين هني رخيصة، خذ واحد والثاني مجانا، يعني هذا 19 تاخذ لك حبتين مع بعض بعد الخصم ب 17، بعد الخصم ب 17 درهم. هذه الكمية كلها، كل هاي حق الأولاد. عندنا هني ب 13 درهم و90 فلس كل الكمية هذه، هذه الكمية 30% خصم عليها، يعني الأسعار 19 و20 و24 درهم بس، وخصم 30%. هذه الكمية على 17 و40 فلس، بناطلين، جنزات، قمصان، اللي تبغيه حق ملابس العيد. تعال هني عندنا نوعيات وموديلات جديدة، هذه هذه على 20، هني على 34، هذه جديد واصل اليوم واصل، عندنا هني على 39. كل ملابس العيد ماركات عالمية بأسعار خيالية. ملابس الرجالية براندات أصلية بس الأسعار بلاش. ملابس للعيد للسفر إجازة العيد، تعال هني. الهودي بنص السعر الحين كم؟ 9 دراهم. تعال شوف شو عندي، الجنز ب10 دراهم الحين. الجاكيت هذا كم سعر اللي قبل؟ 24، الحين ب12 درهم. تعال كل هذه الكمية 50% خصم، يعني بنص السعر أو خذ قطعة والثاني مجانا. تعال معي لابس العيد، تعال هني أحلى القمصان وأحلى البرندات وأسعار خيالية. شوف 30% خصم، 30% خصم قمصان على كيف كيفك، أي لون أي موديل، خامات رهيبة جدا، خامات أصلية ما يبغي لي كلام، خامة أصلية، أحلى القمصان وأحلى الموديلات، كميات هائلة وقياسات موجودة، وخصم 30%. للعلم ترى الأسعار من 20 لغاية 30 درهم بس، أسعار جدا رخيصة. تعال خذ لك بناطلين، مجرد ما تشوفه بتشتريه، أصلي 100% بعد الخصم 30 درهم. شوف أحلى الجنزات، هذه موديلات جديدة واصلة وكلها أصلية، خصم 30%، رخيص على 30 و40، هاي الأسعار بس وخصم 30%، كلها برندات أصلية وعلى كيفك. يارا معروف اسم ماركات عالمية، كل البراندات اللي تبغيها موجودة وبسعر بلاش. خطير يا جماعة، توصل بس مستحيل تطلع وما تشتري. كل هذه الكمية ب 27 درهم و90 فلس. تعال هني عندنا نوعية ثانية أيضا، بولو وغير وكذا، وكله خام رهيبة ب 20 درهم، خصم 30% بلاش يا جماعة. من اليوم لغاية يوم العيد بنص السعر، من 19 9 دراهم أيضا ب 9 دراهم، بناطلين كميات هائلة موجودة 7 دراهم، تخيلوا 7 أيضا 7. الروب هذا ب 40 الحين ب 20 درهم. تعال شوف شو عندي، كل البناطلين هالكمية هذه نسائي أولادي بناتي، عندنا هني هالكمية هذه بنات وأولاد بنص السعر أيضا، هذه الكمية كلها 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 خصم 50% بنص السعر، أساسا كل رخيص على 15 و20، يعني كله على 7 و9 دراهم، خصم 30% على فساتين البنات، موديلات جديدة والأسعار بعد الخصم 9 و14 و24 بس. شوف ما شاء الله و30، أغلى شيء بتحصل 30 درهم. كلها شغلات جميلة كواليتي، كميات هائلة، أي فستان أي قياس، من عمر السنة لين 14 سنة كل شيء متوفر. خصم 30% على جنزات البنات، موديلات جديدة وتوها واصلة 29 درهم، خصم 30% توقع 17 و18 يطلع. كل هذه جنزات، كلها جنزات، خصم 30% وأغلبها برندات ورخيص جدا جدا. ظل نظيف مرتب، بجامات على كيف كيفكم، حلوات نوعيات خامات طيبة، وخصم 30% أساسا هو رخيص، يعني هذا مثلا 30% قطعتين مع بعض ب 19 وخصم 30% والحساب عندك. تعال بجامات كميات هائلة موجودة وكلها عليها خصم 30%. ملابس النسائية هذا القسم، شوف التنورة جميلة وخامة على كيفكم، تخيلوا سعرها 4 دراهم بس. تعال شوف شو عندي بنص السعر، هذه ب7 تنورة الحين ب3 دراهم، هذه ب14 الحين ب7، هذا القميص كان كم؟ 9 دراهم الحين 4.5 دراهم بس. كل اللي تشوفونه هذا القسم كامل بنص السعر، خصم 50%
على هالثلاث سكشنات النسائية. رابه من البيجامات النسائية، بس الكواليتي رقم واحد، وخصم 30% بعد الخصم قطعتين مع بعض ب 31 درهم. ب 31، شوف الخامة، شوف الخامة. هذه جديد واصل. هذه جديد واصل، اليوم واصل. على كم؟ 31. أيضا 31. ألوان على كيفكم، هاي كميات هائلة من البيجامات. هذا القسم على 17 درهم، بيجامة قطعتين مع بعض على 17 درهم. تعال شوف شو عندهم. تعال شوف شو عندهم، رخيص جدا. كم سعر قلت لي هذا؟ 21 درهم، تخيلوا 21 درهم بعد الخصم. نوعيات، خامات رهيبة، أشكال روعة وجميلة جدا. تعال شوف شو يا جديد، هذا الجديد واصل. قال صولي القديم وهذا الجديد، شوفوا ما شاء الله 21 درهم. خامة رهيبة جدا، لا تفوتكم، لا يفوتكم يارا الماركات العالمية، فعلا ماركات وأسعار بلاش. البسي ماركات من يارا الماركات العالمية، تيشرتات، قمصان، بناطلين، كلها ماركات وأسعار رخيصة جدا، فوق الرخص. في خصم 30% على كل الجنزات اللي تشوفونها، شوفوا ما شاء الله. يعني هذا الجنز الخطير ب 29 درهم، وفوقه خصم 30%، أنواع وأشكال الجنزات موجودة. هدايا العيد بنص السعر ب 39، الحين 19 درهم. 19 درهم. شوفوا الشنطة هذه بقول لكم عنها بعدين، رهيبة جدا. هدايا ساعات جميلة جدا مع أساور على 19 درهم. كل الإكسسوارات اللي تشوفونها هني، كل الإكسسوارات، المكياج، الإكسسوارات اللي تشوفونها، كل شيء خصم 50%. بس الشنط خصم 30%، مش أي شنط. شوف جلد، جلد يا جماعة، واضح إنها نوعية تمام. 50 درهم بعد الخصم. شوف الشنط اللي عندهم، شوف الموديلات، شوف الأشكال، ما شاء الله تبارك الله. 30% خصم على كل الشنط وعلى الكمية. هذا الفستان 4 دراهم بس بعد الخصم. كل اللي تشوفونه في الستاند هذا بنص السعر. باقي الملابس اللي تشوفونها، جلابيات، غير أشياء، كلها عليها خصم 30%، والأسعار من 20 لغاية 40 درهم، وخصم 30%. فستان العيد ترى موجود هني، شوف ايش حالاته، جميل جدا، وخصم 30% عليه. فراشة، هذه عباية الفراشة، ألوان العبايات مغري جدا، شوفوا ما شاء الله، شوف العبايات، شوف الأنواع، شوف الموديلات. الأسعار ما عليهم خصم العبايات، بس الأسعار رخيصة، أغلى شيء 99 درهم بس. قسم المواليد أيضا خصم 30%، تبغي بوكسات، تبغي أوفرولات، كل إكسسوارات الأطفال موجودة هني، ملابس من عمر يوم وأنت طالع، كل اللي تبغيه، وكلها خامات أصلية ونوعيات ممتازة، وأسعار تقول أسعار رخيصة جدا، وفوقها خصم 30%. قسم الأحذية خصم 30% عليها. الشلف هذا والشلف الثاني رخيص على 29، على 30، 40 بس، وخصم 30%. نوعيات كواليتي رهيبة جدا، مثل هذه الأشكال، شوفوها ما شاء الله، شوف ايش حالاتها، في منها عدة ألوان. تعال هني، هذه كل الكمية هذه 20، 93 فلس. عندنا النعل هني 30%، 30% أيضا، هذا النعل على 24 درهم. تعال شوف الرجالي، تعال شوف الرجالي هني ما شاء الله، عندنا الأحذية الرجالي، تبغي الجلد، تبغي الرياضة، اللي تبغي، حق الأولاد، كبار، صغار، كل أنواع الأحذية، وخصم 30%. تبغي حق كرة قدم؟ موجود، تعال هني. هذه الكمية على 17 درهم و43 فلس بس، بنص السعر. الحين ب 12 درهم، تخيل، 12 و45 فلس، كل الكمية هذه. عطورات عجيبة، شمها وثباتها ممتاز، عن تجربة أقول لكم. 60 درهم وخصم 30%. خصم 30%. خصم 30% على كل العطورات. ولا تنسى المواقف اللي في الخلف ترى مجانية، هذه كلها مجانية.